انا مترشحه مونيتا غوتي، مترشحه عند دائره الانتخابيه 15 اكتوبر بنزرت الشماليه. البرنامج الانتخابي توفير الاناره العموميه، العمل على توفير النقل، على توفير وسائل النقل العمومي وتطوير المرفق الصحي بالعماده، حل مشاكل ربط عدد من المساكن بشبكات الماء والتطهير والكهرباء والغاز، توسيع من شبكه التطهير للحد من المشاكل الناتجه عن تراكم مياه الامطار الذي يمثل عائق امام تنقل المتساكنين، الحرص على السلطات المحلية والجهوية للشؤون الاجتماعية لتوفير الدعم الضروري للمستحقين من العمادة، الوقوف على مسألة رفع الفضلات ونظافة العمادة بالرجوع للجهات المختصة، العمل على توفير فضاء لممارسة الأنشطة الرياضية بالعمادة وتوفير فضاء عائلي، تنظيم لقاءات تحسيسية لتشجيع الشبان والشابات على بعث المشاريع الخاصة وبعث الشركات الأهلية بالعمادة، الإصلاحات فيما يخص البنية التحتية وصيانة المدارس مع تسريع بناء معهد ثانوي الذي تفتقده العمادة. رؤيتي تشجيع مشاركة الشباب، العمل على الاتصال بالشباب سواء بأماكن تواجدهم في المنازل أو بأحيائهم وحثهم على الإدلاء بأصواتهم لإنجاح المرحلة الانتخابية وإقناعهم بإيصال أصواتهم، والعمل على خلق أكثر فرص لبعض الفضاءات الخاصة بهم أو توفير مواطن شغل للأغلبية منهم. أنا كمتحقق صوتكم وبفضلكم وبثقتكم أنا وصلت هوني، وإن شاء الله نكملوا، إن شاء الله تكملوا معايا كما بديتوا ونبدوا بنزرت. صوتكم أمانة. 15 أكتوبر غدوة خير، بنزرت غدوة خير، والأهم أنه تونس غدوة خير خاطر أولادها هوني. شكرا على ثقتكم ومحبتكم.